العائلة الله يبارك هنايا السياحي، كاين الغابات، كاين الحمد لله يا ربي. الشاولة خصنا قائس هنا في الكهرباء، خصنا في المحلات التجارية ما عندناش كهرباء، كاين نظافة شوية تنقصنا والأمن الحمد لله، ومنطقة هنا هادئة جدا. تم الطريق من الصوالح مرهفة خاصين شوية، ناقص 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 في الطريق، في الصوالح الكلي راج ما كاش نقائص شوية، يقوموا لنا بالنظافة تاع الشاطئ، ونوجه واحد النداء للعائلات، العائلات اللي راهي توسخ وتخلي الوسخ تاعها وتمشي. هذه هذا هو الشيء اللي راه مقلقنا ومقلق الجماعة اللي راه معنا.